كانت الحياة صعبة في عمان، لأن مثلا نحن كنا في نفعة يعني وكغيرنا من البلدان لا نخرج منها، يعني قليل خروجنا لأن ما لا أعمال متوفرة ولا مدارس متوفرة ولا مستشفيات يعني ولا مراكز صحية متوفرة. كانت حياة بدائية إلى بعد الحدود، وكانت لا مواصلات، لا كهرباء، لا مياه، لا طرق، لا سكن، لا مدارس، لا تعليم، لا صحة. وكانت أيضا الحرب في ذلك الوقت في 1970 في أوج ذروتها. الوضع كان كثير كثير، الوضع ما حد اليوم انتو جيلكم صغير ما يتصور ابدا، ما يتصور ايش كان في البلد. يعني كان طبعا اهلنا كانوا في وضع سيء، كانوا متواجدين كل معظمهم، معظم العمانيين الا ما ندر يعني، كانوا يطلبون الرزق من الدول المجاوره، لان العمانيين كانوا مشتتين في الارض، ما كانت عندهم حكومه ابدا وما عندهم مرجع. طبعا بحكم الحرب في ظفار بدت من عام 1965، سجنت عمي في عام 1967. كنا عادة بعد صلاة العصر نتجه إلى منطقة الحصن اللي هو السوق المحلي لمحافظة الظفار بأكملها أو بالأحرى صلالة. فجأة وأنا قادم وكغيري شاهدنا أرتال الجنود والسيارات العسكرية وأيضا الطائرات تحوم بالأجواء على نفس المسار مال الحصن اللي هو قصر صاحب الجلالة السلطان سعيد بن تيمور. ومن هناك قبل صلاة المغرب نرى صاحب الجلالة السلطان قابوس وهو قادم إلى التجمعات الناس ويسلم عليهم، وعلمنا بأنه تسلم مقاليد الحكم. ٢٣ يوليو حصل تنحية السلطان سعيد بن تيمور ومجيء السلطان قابوس. ذهاب السلطان قابوس كما روي لنا هو لم يذهب بنفس اليوم، بل وصل إلى مسقط في أتوقع في 27 يوليو 1970. استقبل السيد شاب مثل ما خبرتك مع الجموع الكبيرة اللي جاءت من المناطق اللي قدروا يوصلوا. يعني أول شيء أقسم اليمين، وكان على أقسمها على يد السيد شاب. شعبي العزيز، إنه ليسرني أن أوجه كلمتي هذه شاكرا لكم استقبالكم الرائع البهيج. وأشرق الأمل، يعني كأن جلالة السلطان الراحل يعني عبر عن ما في قلوبنا بأننا فعلا نتطلع إلى الأمل، نتطلع إلى هذا الفجر الجليل. ولا شك أن هذا دليل واضح على حسن نيتكم ومحبتكم لنا. لما جاء الخبر عن تولي صاحب الجلالة، يعني الكل انتعش والكل فرح وأقيمت الاحتفالات. وإنني
لمسرور جدا على ما شاهدته منكم ولمسته. كان الوالد قبل 70 في السعودية، وصل الخبر هناك في السعودية أن السلطان قابوس بن سعيد تولى الحكم بدل والده، فسمعوا هذا الخطاب ويبدو أن كثير من العمانيين بدأوا يرجعون. شعبي العزيز، إنني لم أستولي على الحكم إلا لأجل خدمتكم وإنقاذكم مما أنتم فيه وعليه مما سبق. كان من ضمن الأشياء التي أذكرها في ذلك الوقت هو وصول عمي أخو والدي الذي كان مسجون من عام 67 نتيجة الأحداث الدائرة في ظفار في ذلك الوقت، هو وجدي وشخص آخر من أخوالي وأخوال والدي، أعفى عن كل المساجين في اليوم الثاني ب 24 يوليو 1970 حسب ما سمعت الأعاقة. وإنني لأطلع إلى غد مشرق ومستقبل أفضل يكون فيه خيركم ومصلحتكم إن شاء الله. ذلك الفكر السامي الذي أرصده لنا لنتحسسه، وكان يلامس كل كبيرة وصغيرة بقدمه وبعينه وبعقله، وكان يدور ويزور ويوجه وينصح ويساهم ويبني. هذا الإنسان لم نفقده يا سلطان، فقدناه كأب، علمنا الأبوة وكان حنونا وكان رحيما وكان مليك القلوب. والله أعجز وتعجز لساني أن أوصف هذا الإنسان الذي عايشته وتعايشت معه.